أهلا وسهلا بكم تلاميذي الصغار، تلميذاتي الصغيرات في مكون جديد. مكون اليوم هو الصرف والتحويل. عنوان درسنا هو الفعل المجرد والمزيد. ألاحظ وأكتشف. لاحظوا معي تلاميذي الصغار هذه الجملة: فتح الطفل الصنبور، انطلق الماء فأغلقه فورا. لاحظوا معي الكلمات المكتوبة بلون مغاير: فتح، انطلق، أغلق. هذه تلاميذي كلها أفعال. فتح هي فعل مجرد، عدد حروفه ثلاثة، وهي حروف أصلية لا يمكن الاستغناء عنها. انطلق هذا فعل مزيد، عدد حروفه أكثر من ثلاثة، منها حروف زائدة يمكن الاستغناء عنها. أغلق أغلق هذا أيضا فعل مزيد، لأن عدد حروفه أكثر من ثلاثة، منها حروف زائدة يمكن الاستغناء عنها. إذن ما هو استنتاجكم؟ ينقسم الفعل إلى فعل مجرد وإلى فعل مزيد. الفعل المجرد هو الذي يتركب من أحرف كلها أصلية، مثل خرج، رسم، منح. أما الفعل المزيد هو ما زيد على أحرفه الأصلية حرفاً أو حرفان أو ثلاثة أحرف. المزيد بحرف مثل أخرج، فحرف الزيادة هنا هو ألف. مزيد بحرفين مثل تصالحا، فهنا حروف الزيادة هي التاء وألف ممدودة. مزيد بثلاثة حروف مثل استخرج، فحروف الزيادة هي الألف والسين والتاء. للإشارة فقط يمكننا أن نجمع حروف الزيادة في كلمة سألتمونيها. أصنف الأفعال الآتية إلى مجردة ومزيدة: الأفعال هي دخل، استرد، استقبل،
أخرج وجد غفر رحل قبل سرق. ركزوا جيدا وأنجزوا هذا التمرين. الأفعال المجردة هي دخل، رحل، غفر، وجد، قبل، سرق. هذه الأفعال حروفها أصلية، لا يمكن الاستغناء عن أي حرف منها. أما الأفعال المزيدة فهي كالتالي: استرد، استقبل، أخرج. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم ما جاء في هذا الدرس، وإلى اللقاء في حصة أخرى من مكون آخر إن شاء الله.